أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديثنا في هذه الحلقة مسؤوليتنا في الكرازة. تقابلت مع رئيس طائفة إحدى الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط وقال لي بالحرف الواحد: أنت ليه بتبشر المسلمين؟ يعني قالها بحالة غضب واستياء. فطبعا كان جوابي من شقين، الشق الأول أكون أكبر مجرم إذا أنا اختبرت الحق واكتشفت نور المسيح اللي غير حياتي وعارف مصيري الحياة الأبدية، ما بشارك هذا الاختبار مع أي شخص آخر. والشق الآخر من نفس الجواب قلت له: طاعة للرب يسوع المسيح ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هو طبعا كان خايف وكان بيتكلم بصراحة على أساس من بشر المسلمين إنه ممكن هذا يسبب مشاكل، ولكن هذه المشكلة ليست حديثة، إنها المشكلة القديمة الحديثة في موضوع الكرازة. فإذا الرب يسوع طلب من كل مؤمن مختبر مفدي من خلال عمل يسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات أن يبشر بالأخبار السارة بالإنجيل المقدس عن شخصية أو شخص يسوع المسيح. ألم يقل يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وطبعا في بشارة مرقس إصحاح 16 قال: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. ويستمر يقول هذه الآيات: تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فكان جوابي أنه أنا عم بطيع الرب يسوع المسيح، وحقيقة أنه أنا ببشر المسلمين لأنه هذا نابع من محبة قلبية عميقة تجاه كل إنسان، وأيضا تجاه المسؤولية. كيف يسمعون بلا كارز إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. في هذه الحلقة رح نتكلم عن مسؤوليتنا في الكرازة، رح نتكلم عن أهمية الكرازة، ثم رح نتكلم عن بعض العوائق للكرازة، ليه الناس مش عم تكرز. وطبعا رح نتكلم عن دور الروح القدس ودور الصلاة في موضوع الكرازة. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون بركة عظيمة إلك، لأنه رح نلقي الضوء على هذا الموضوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. مسؤوليتنا في الكرازة. أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، ومين طبعا أفضل من يعني الأخت رشا نور اللي تتكلم عن هذا الموضوع. رشا هي طبعا مش ضيفة، هي جزء من هذا البرنامج وإحنا فخورين جدا فيها. الأخت رشا هي ضحت كثير من أجل طبعا إيمانها ومن أجل إرساليتها حتى تبشر بيسوع المسيح. رشا طبعا هي عابرة من خلفية إسلامية، والآن هي تؤمن بالرب يسوع المسيح ووضعت كل حياتها إنه تشهد عن يسوع المسيح. أهلا وسهلا أخت رشا. أهلا بيك أخ نزار، وأهلا بكل المشاهدين، وأتمنى الحلقة النهاردة تكون ليها تأثير إيجابي في كل واحد بيسمعنا وبيشاهدنا،
وبصلي من كل قلبي ان التأثير الإيجابي ده يديك الجرأة، يديك القوة، ويديك محبة المسيح تنقلها للناس علشان الناس تيجي للمسيح وتعرفه. يعني راح يكون تركيزنا على العوائق، ليه؟ يعني ليه الناس ما بتكرز بالإنجيل؟ كما سمعت من أحدهم قال عندكم نور، عندكم الحق، ليه ما بتشهدوا كما يجب؟ ولكن في الأول خلينا نتكلم عن أهمية الكرازة. تفضلي أخت رشا. الكرازة إن أنا أوري الناس المسيح، إن هو نبع الحياة الأبدية. أخذ الناس من أبارهم المشققة اللي ما بتجيبش مية، محاولاتهم المستميتة لإرضاء الله، إلى المسيح اللي جه علشاننا، اللي تواصل معانا، اللي قدم لينا خلاص مجاني من خلال عمل الصليب. فهو أنا من كل قلبي بصلي إن الناس لما تيجي تشهد عن المسيح تشهد من جوه قلوب ممتنة لعمل المسيح. الكرازة مش خناقة، الكرازة مش مناقشة مين اللي هيكسب فيها. الكرازة هي إن أنا بوري الناس محبة المسيح، بوري الناس مين هو المسيح، المسيح اللي ملأ قلبي، المسيح اللي غير حياتي، المسيح اللي عمل تأثير عظيم في حياتي. أنا هو ده نفس التأثير ده أنا بتمنى إن هو يكون موجود في الآخرين. أنا حبيت التعبير اللي ذكرتيه إنه هو عبارة عن يعني ممتنة، يعني هي تعبير عن الشكر والعرفان والجميل والامتنان لشخص غير حياتي. يعني بكلمات بسيطة، أنا كنت هالك والآن عندي حياة أبدية، فكيف لا؟ يعني مفروض هذا الشيء يعني بقودني من حياة الشكر والامتنان إنه أحكي عن يسوع. طبعا، يعني في إيه أهم من إن إحنا نكرز بالمسيح؟ مسيح قال لنا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل إلى الخليقة كلها. يعني دي وصية المسيح وصها لنا. طب هو وصلنا الوصية دي علشان المسيحية تزيد عددها؟ لا، لأن هو عمل قدم نفسه ذبيحة من أجلنا علشان يفتح لنا الطريق ما بيننا وما بين الله، ويكون لينا دخول إلى محضر الله مرة تانية. وده اللي بيخليني ببقى ممتن ويبقى قلبي مليان شكر وعرفان لله، لأن أنا مهما كانت محاولاتي زمان إن أنا أرضيه، كنت بصوم وكنت بصلي وكنت بعمل كل الحاجات، وبعدين ما فيش علاقة، العلاقة كانت مقطوعة. يعني ما فيش حاجة اسمها أنا أتكلم وربنا يرد عليا، أو إن أنا أقعد أسمع صوت ربنا، ما فيش الكلام ده. أما أنا وصلت لعلاقة حقيقية، علاقة فيها ديالوج مش مونولوج، أنا مش بتكلم أنا وربنا قاعد بيسمعني وخلاص، لكن الله بيرد عليا في حديث، في تواصل تواصل ما بيني وما بين الله. كمان الله ما بيدخل في القلب بيغير. يعني إحنا كرازتنا إحنا ما بنقدمش ممارسات معينة للناس تعملها علشان ترضي ربنا. إحنا ما بنيجي البشر ما نقولهمش يا جماعة روحوا وطوا نفسكم، ويا روحوا وصلوا، وروحوا مش عارفة حجوا وعملوا وصوموا، لكن عملك شوية أعمال صالحة. أيوه. بس إحنا بنقدم الأخبار السارة. بالزبط. هاي الحقيقة، الإنجيل هو الأخبار السارة، الأخبار المفرحة. بالضبط. فإحنا مش بنقدم مجرد ممارسات أعمل وما تعملش. أنا مثلا طبعا أنا لازم أدخل في النقطة ده، هي الدعوة الإسلامية بيقدموا دعوة للناس على أساس أنه هو يعبدوا الإله الواحد، الله إله واحد ومحمد هو الرسول. طب أنا استفدت إيه؟ طب ما كلنا بنعبد إله واحد. لو أنت رحت لواحد يهودي وقلت له الله واحد هيقول لك واحد طبعا، لو رحت لواحد مسيحي قلت له الله واحد هيقول لك واحد طبعا. فأنت مش بتقدم حاجة جديدة، أنت مش بتقدم حاجة مميزة. التميز عمله المسيح اللي هو فتح الطريق ما بيننا وما بين الله. فهذه هي الكرازة بتاعتنا، إن إحنا نقدم العمل ده. وبعدين الرسول بولس لما بيتكلم بيقول ويل لي إن كنت لا أبشر. ليه؟ لأن أنا لو أنا ما بشرتش أنا يعني بحد عمل المسيح، بقول له كده أنت ملوش لازمة اللي أنت عملته على الصليب من أجل الناس. لو أنا مش بوصل الرسالة دهيت، فالمسيح كده
يعني مات بلا سبب. احنا محتاجين ان احنا نوصل رسالة المسيح، محتاجين ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون، محتاجين الناس تتغير. المسيح هي ارادة الله طبعا. الله يريد. الكرازة مش شطارة بني ادم، مهما تحاول معوقات الكرازة واساليب الكرازة الكتيرة، وان احنا بنعرف عن الاخر و ولغيره، وبندرس عن مثلا الأديان الأخرى، كل ده كويس إن احنا نعرف. المعرفة مش هي الكرازة، المعرفة جزء بسيط من الكرازة. الكرازة الحقيقية هي الركب السجدة، الكرازة الحقيقية هي الركب السجدة اللي بتطلب وتتشفع من أجل خلاص النفوس. الناس اللي بتبكي بدموع من أجل خلاص المسلمين هي دي اللي بتعمل الكرازة. الناس اللي بتسمع صوت ربنا نكرز إزاي؟ أنا مش باخد الكرازة ده هي كورس سؤال وجواب أطلع أعمله مع أي إنسان، لكن أسمع صوت ربنا. أنا ياما ربنا كلمني في ناس وقال لي ما تكلمهمش خالص في الإسلام، وناس مسلمين ومتعصبين، لكن ربنا قال لي كلميهم في الاحتياج ده، هم عندهم الاحتياج ده هوت. فلما كلمت في الاحتياج ربنا فتح القلب. فاحنا مش احنا اللي بنفتح القلوب، لكن الله هو اللي بيفتح، ده عمله هو. طب لما بنتكلم عن أهمية الكرازة، ليه الكرازة لها أهمية كبيرة؟ الكرازة مهمة لأن احنا بننقل الخبر السار، وبنكون جزء مهم في إرسالية الله للناس. الكرازة بتوصل بشارة المسيح للآخر. الكرازة بتخلي الكنيسة تنمو. احنا مش بنعتمد على أعداد، لكن الكنيسة بتنمو ازاي؟ ازاي الكنيسة بتكبر؟ كان الله يضم إلى الكنيسة جميع الذين خلص. خد بالك، مش البني أدمين اللي بيكرزوا هم اللي بيضموا، الله هو اللي بيضم. فالكرازة عمل إلهي، مش عمل مكتبي وكورسات وإن كانت الكورسات حلوة ومفيدة، لكن الكرازة لازم نفهم أن دي إيد الله، مشيئة الله أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. دي خطة الله للبشر، وأنا بعمل مع الله، أنا بوصل ده من قبيل الامتنان والشكر والعرفان لعمل المسيح من أجلي. طبعا أنا حبيت فكرة أنه لنمو الكنيسة سفر أعمال الرسل، عندما امتلأوا من الروح القدس جالوا مبشرين بالكلمة، وفعلا منشوف امتداد للكنيسة في سفر أعمال الرسل. يعني عدة مرات كانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. فالنمو في الكنيسة أو نمو الكنيسة هذا جزء من امتداد الكنيسة عن طريق الكرازة. مش يعني الناس مش رح تيجي للكنيسة بدون ما يسمعوا عن يسوع المسيح، لأن الكتاب يقول كيف يسمعون بلا كارز. فلازم يكون في شخص بوصل الرسالة. دي مسؤولية لازم كل كنيسة تحطها على قلبها. أنا بنادي وبناشد كل الكنائس، بناشد كل مؤمن إن هو يطلع ويخبر بعمل الله. اوعى تخاف، اوعى تتردد، اوعى تحس إنك أنت مش عايز تخسر صاحبك أو مش عايز تخسر قريبك أو مش عايز تخسر زميلك في الشغل، لأن العمل اللي أنت بتعمله أهم بكتير من إنك أنت تخسر إنسان. يعني احنا ما بنيجي نتكلم احنا بـ 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 بكلماتنا بتبقى نور للناس دي علشان توصل لهم رسالة المسيح. الكرازة دي مصالحة ما بين الله والبشر، يعني مش بس انا برضي، ده الله بيتصالح معايا، بيبقى لي وجود في محضره بشكل كل وقت كل حين. انا عايز اقرا حتة في حتة المصالحة، لان المصالحة دي حاجة مهمة جدا. في رسالة كورنثوس الثانية مكتوب أن الله اللي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. الله صالحنا وبعد كده ادالك المسؤولية دي، ما ينفعش أنك أنت ما تاخدهاش. إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. الكلام من الله واضعا فينا كلمة المصالحة. الكلام مش منا، الكلام هيتحط جوانا
عشان نقدر نتكلمه. إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. أنت سفير، سواء رضيت أم لم ترضى، أنت سفير على المعاش أو سفير بتتحرك، أنت سفير المسيح. هتوقف قدام الله إزاي؟ هتقف قدام المسيح وهو قدم كل ده علشان خاطرنا، هتقف قدامه إزاي؟ هو بيقول نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. هاي رسالتنا، رسالتنا احنا نطلب عن المسيح، مش نطلب احنا بشطارتنا يا جماعة روح لا، نطلب عن المسيح، يعني دي رسالة المسيح الأساسية اللي ادهالنا، فإحنا ده يعني اونر لينا، ده شرف كبير جدا لينا ان احنا نكون سفراء المسيح في الأرض. يعني قبل ما انتقل للموضوع او السؤال الثاني اللي هو معوقات الكرازة، عاوز اسالك انت من ناحيه شخصيه، عشان يعني لربما تكوني تشجيع للعديد من المشاهدين. انت اختبرتي محبه المسيح واختبرتي خلاص المسيح، لكن امتى عرفتي انه انت لازم تتكلم عن المسيح؟ الحقيقه اول ما اختبرت خلاص المسيح كنت مليانة بحبه، وعندي زي ما قلت امتنان، عندي شعور بالعرفان ان ربنا حبني انا وغيرني انا وفتح لي الباب ده هوت وملاني بالحب ده هوت. فبقيت عايزة اخرج اقول لكل بني ادم، ما عايز امسك ميكروفون في ايدي واروح اتكلم كل الناس. وده اللي خلاني وانا جوه مصر، انا عرفت المسيح في مصر، خلاني جوه مصر اروح اشتري البشاير اللي هي الاناجيل، كنت بروح اشتريها من مكاتب المسيحية بمصروفي، وكنت باخدهم اوزعهم في الاوتوبيسات وفي المترو وفي الميني باص، واقعد امسك الشرايط، كان زمان شرايط ما كانش سي ديز ولا حاجه زي كده، وكنت اقعد اوزع الشرايط دي للناس، شرايط فيها وعظ، فيها ترانيم، علشان اقول للناس قد ايه المسيح بيحبك. اوعى تفوت الفرصه دي، اوعى تفوت الفرصه. أكيد. وهنا بننتقل للجزء اللي فعلا حابب أنه يعني نقضي وقت أكثر في هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مزعج لإلي أنا كمان شخصيا بصراحة، أنه لا أستطيع أن أفهم كيف شخص يختبر محبة المسيح وغفران المسيح ويختبر الحياة الأبدية ويختبر ضمان الحياة الأبدية ويختبر العلاقة مع المسيح، وأن يبقى فيها أن يبقي هذا الاختبار لنفسه، ما يشارك هذا الاختبار مع الآخرين. بالنسبة إلى هذه معضلة، إلى درجة مرات أتساءل إذا الشخص فعلا اختبر المسيح، لأنه ما في شخص اختبر مسيح إلا وتكلم عن يسوع المسيح. وأنا مش عاوز أحط ضغط على الناس وأرفع لك ضغطك، ولكن هذه حقيقة. المؤمن اللي اختبر يسوع المسيح لا يستطيع أن يسكت، لا يستطيع أن يهدأ. يعني بجيب مثلين، في واحد أنا كنت بعمل تدريب لمجموعة من شمال أفريقيا، واحد منهم بصراحة تعلمت منه كتير، ولكن كان جريء جدا، وهذا الشخص مات في السجن، ولكن كلماته ما زالت في الصدى، يعني في ودني. عندكم نور، ليه ما بتتكلموا؟ ليه ما بتشهد؟ عندكم نور الحقيقي. وواحد تاني كمان من القدس، كان من حماس صراحة وآمن، وبعدين في مرة بقول لي طب انتوا عندكم الحق، ليه ما بتتكلموا؟ ليه ساكتين؟ واحد بقول لي عندكم النور، واحد تاني بقول لي عندكم الحق. طب وإيه الحل وإيه العلاج وكيف ممكن نتحرر من هاي العوائق، عوائق الخوف؟ احكي لنا شوي عن العوائق. العوائق أول زي ما أنت قلت، الخوف والتردد والخوف ده هو يعني بيعيق الكارز إن هو يشهد عن المسيح اللي فيه. أهم حاجة في موضوع الخوف ده إن احنا نعرف إن لو أنت قعدت فمحضر ربنا
أكتر هتتحرر من الخوف. طب هتتحرر إزاي؟ روح القدس بيديك قوة، الروح القدس بيشهد فينا، الروح القدس بيكسر كل عوائق الخوف والتردد دهيت. طب ازاي حصل ده؟ طب حصل ده قبل كده؟ حصل طبعا في اعمال الرسل. يعني ما انساش ابدا وانا بقرا اعمال الرسل اصحاح 4 اما تلاقي ان بطرس ويوحنا، مين هم بطرس ويوحنا؟ هم كانوا مين بطرس ويوحنا؟ دول صيادين، يعني كان بيقول عليهم عاميان، واخدوهم وراحوا سجنوهم رؤساء الكهنة وراح جابوهم تاني يوم وبيسألوهم، يقول امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم. يعني هو اللي اداله الجرأة ان هو يرد، مش بيرد على واحد مثلا في الشارع بياع، ولا بيرد على واحد صياد سمك زيه، ولا لكن بيرد على رؤساء الكهنة، يعني أكبر والفرسيين والصدوقيين أكبر فئة دينية بالضبط، دول أكبر ناس أو أقوى ناس في المجتمع. تخيل إيه اللي يخلي واحد زي كده يقدر يرد؟ أصل ده بطرس. طب بطرس كان إيه؟ وإنت بطرس، إنت بطرس، إنت ممكن إنك إنت ترد لو إنت قعدت في محضر الله وطلبت روح القوة. الروح القدس مش عشان بطرس بس، الروح القدس ساكن فينا، روح الله، روح القوة، روح المشورة، روح اللي بيرد. ربنا بيرد فيك، بيرد على الناس، بيقدر ان هو يوصل للبشر من خلالك، من خلال كلمات الروح القدس جواك. الروح القدس بيكسر روح الخوف. وعايز اقول حتة ان احنا بنخاف، احنا بنخاف لان احنا بنحس ان ربنا ما يقدرش يحميني مثلا. لا، ربنا يقدر يحميني. احنا مش بنشوف ربنا في قوته في امكانياته. اوعى تحط ربنا جوه صندوق وتقول دي امكانيات الله، اوعى تعمل كده. انا ياما كلمت ناس انا لم اتخيل في حياتي ان انا ممكن اكلمهم، ربنا قال لي شاور لي على بني ناس بدقون قد كده وناس منقبين، انا مستحيل لو كنت انا بفكر بتفكير رشا وبعينين رشا اقول لا ده مثلا يقبل الرساله وده ما يقبلش. لكن لما انت تسمع صوت ربنا، تسيب الروح القدس هيكسر الخوف ده، هيديك كلمه للانسان ده، هيديك رساله المسيح بلا خوف وبجرأة. الخوف على فكره روح خوف. يعني بتشوفي ناس بتركوا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبيجوا عبلاد الحرية وما زالوا خايفين إنه يتكلموا عن يسوع المسيح. طب هناك محجوزين أو مضطهدين، طب وهون؟ فالفكرة إنه هذا الخوف روح شرير محتاجين نتحرر منه. الله لم يعطينا روح الفشل. ربنا ما ادناش روح الفشل، روح الخوف ده بيفشلنا. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما ادناش روح ضعيف، الله ادنا روحه. الروح القدس بيدينا القوة والمحبة، محبة المسيح والنصح. ما ينفعش ان انا اقول ده مش موجود جوايا، انكر عمل الروح القدس في حياتي. فإذا يعني الخوف هو عدو الإيمان. الشخص اللي ما عنده إيمان يعني عنده خوف، صعب يكلم الناس. في نقطة كمان بتتماشى مع نقطة الخوف دهيت، وهي عدم الثقة في الناس. في ناس كتيرة قوي يقول لك هو أنا مين علشان أكرز بالمسيح؟ أنا ما أعرفش أقول إيه. ده على فكرة عندي بشارة سارة ليك، لو انت بتقول انا ما بعرفش اكرز وانا ما عنديش كلام اقوله وما اعرفش اقول كلمتين عن الكتاب المقدس ولا هقول ايه عن المسيح، انا بخاف وبتردد وما عنديش، احب اقول لك ان في آية حلوة قوي بتقول ان الله اختار جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد
أمامه. لو أنت من الفئة دي أنا عندي بشارة سارة جدا ليك، أنت مناسب جدا لعمل الله. لو أنت شايف أنك أنت ضعيف، الله بيختار الضعيف عشان يظهر قوته فيه. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد لأننا سنحصد لأننا سنحصد إن كنا لا نكل. في حين إن كنا لا نكل، في حين في وقته هتحصد إن كنا لا نكل. استمر. لو أنت حاسس أنك أنت مش عارف تقول استمر، شارك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. وكتر المشاركات دهيت، كان القسيس منيس عبد النور علمني درس زمان. أنا كنت بقدم اللي هو راعي كنيسة قصر الدبارة في القاهرة، قبل في القاهرة قبل القسيس سامح حاليا. أيوة. كنت قاعدة بقول له أنا يعني بحب أشارك الإنجيل، وكنت في الأول لسه في بداية إيماني، وكنت بشارك أي حد أكلمه عن المسيح، بس ما كنتش بشوف ثمر. فقلت له أنا بكلم الناس ومش بشوف أي حد بيقبل المسيح. قال لي أنت الإنسان اللي بيقبل المسيح ده ربنا بيحط وزنات جواه، بيحط معاملات، بيفضل يتعامل معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. قال لي كيلو السكر المكعبات بيتنك تحطي لغاية أما الكيلو يكمل. كيلو السكر المكعبات مش سكر، مش مكعبة واحدة، لكن كل مرة ربنا بيتعامل مع الشخص ده واحد بيضيف مكعب زيادة في هذا العمل لغاية ما يتم والبني آدم ده يقبل المسيح. يعني حتى أنا راجع يتو من مؤتمر، واكتشفت في المؤتمر كم من العدد اللي آمنوا من خلال برامج نور لجميع الأمم، من سوريا، من العراق، من مصر، من السعودية. شاب بسأله يعني كيف اختبرت المسيح، قال لي بصراحة أنا بحب إلقائك في البرنامج فأعجب، ابتديت أشاهد وبعدين تعلمت عن المسيح وسلم حياته عن المسيح. فبتسمع اختبارات عديدة ما بنعرفها اليوم، يمكن نكتشفها لاحقا، بس سنحصد في حينه كما ذكرت. بعتقد واحدة من المعوقات الكبيرة أنه يعني العديد من المنافقين في المجتمع المؤمنين يعني مش عاوزين يخدموا، بس مجرد يعني عايشين بقدموا معلومات ولكن عايشين في نفاق ديني، عم بسايروا، عم بتساهلوا، عم بساوموا، عم يتهادنوا على حساب الحق الكتابي، التحوير، التغيير، بحاولوا يعني يعجب الأشخاص، مش عاوز يكون مكروه من أي حد. مجتمع منافقين، شو رأيك في هذا الموضوع؟ الناس أما بتحاول ترضي الناس عمرها ما هترضي الناس. إحنا رسالتنا مش بنقدم نفوسنا. أنا كل مرة أنا كنت بشارك فيها رسالة الإنجيل مع شخص، كنت بقول له أنا نفسي المسيح يبقى يترسم فيك، الناس تشوف نور المسيح فيك أو فيكي، نفسي إنك تتغير لصورة المسيح، لشكل المسيح، لأسلوب المسيح، لقلب المسيح، مش ليا، مش لشكل رشا. كتير من الناس أنا كلمتهم وقلت لهم إحنا كلنا في الموازين لفوق، والمشكلة إن إحنا ما بنحاول نرضي الناس بنبقى أكتر في الموازين لفوق. لكن احنا محتاجين ان احنا نكون بنقدم المسيح. اوعى تتنازل عن صورة المسيح، اوعى تتنازل عن شكل المسيح. وده وضع للأسف اللي بتحكي عنه يا المنافقين، يعني يا شيء مخزي. وانا بصلي ان الناس دي ترجع للرب، ان الناس دي المسيح يفتقدها بمحبته ويغير حياتها، ومش بعيد عنه. يعني الرب إذا كان غير واحدة زيي وغير زي ناس كتيرة عرفوا من خلفيات مختلفة، قادر إن هو يغير واحد زي منافق زي كده، وإنسان قائد حتى لكنيسة أو لمجموعة أو whatever. يعني
يعني بتعرف في كمان مجموعة يعني اللي بقول لك يا أخي يعني الله رحيم لدرجة إنه مش رح يدين الناس. أنت عارف هاي نوع من البدعة صارت إنه الله محب، يعني معقول الله يحط ناس في جهنم؟ يعني كبر لي دماغك شوية نزار. الله رحيم، الله الله محب، فشو ردك على هاي النوعية من الناس؟ هي للأسف هو كده بياخد الحتة اللي هو عايزها من شخصية الله، وبينكر الجزء الآخر للعملة أو شخصية الله كاملة. الله عادل، ولو بار بار قدوس قدوس ما ينفعش إن احنا الله يتنازل عن عدله. الله لو تنازل عن عدله ما كانش المسيح جه. بعدين عندك ناس اللي بقول لك كل واحد على دينه الله يعينه، وكل الأديان يعني حتى اليوم رؤساء طوائف على فكرة ابتدأوا ينادوا بهذه البدعة إنه كل الأديان مثل بعضها. ليه أنت يعني معقد الأمور مع الناس؟ الحقيقة مش كل الأديان زي بعض طبعاً خالص، وأنا لا أتفق في الفكرة دهيت إطلاقا. ولو كل واحد بيقول كل واحد على دينه الله يعينه، يبقى أنت أصلا ما اختبرتش عمل المسيح. مع احترامي ليك، حتى لو كنت مسيحي، أنت مسيحي لم تعرف المسيح. المسيح يغير، المسيح يخلص، المسيح يعطي حياة أبدية. لو أنت ما اختبرتش ده، فأنت بتقول كل واحد على دين الله يعينه، لأنك أنت لم تختبر ده. المسيحية بالنسبة لك هي دين، المسيحية مش دين، المسيحية شخص المسيح. طبعا. واذا والا يعني شو السبب او ليه انه الله يتخذ جسد في ملء الزمان في شخص الرب يسوع المسيح ويجي يعمل عمل الفداء والخلاص بموته على الصليب وقيامته من بين الاموات؟ فشو لها لازم يعني اصلا لكل هالسيناريو كل هالمسرحية اللي احنا بننادي فيها اذا فعلا يعني كما يقول نكرز بالمسيح مصلوبا بأنفسنا عبيد، يعني لسنا نكرز بأنفسنا، نكرز بالمسيح مصلوب. اللي بيتكلم الكلام ده يا أخي نزار مع احترامي، ده إنسان بينكر الكتاب المقدس، لأن في العصور الأولى للكنيسة أو الكنيسة الأولى اتعرض لكم اضطهاد رهيب رهيب. طب الناس دي كانوا بيضطهدوا ليه؟ لا، والمسلمين اللي آمنوا في المسيح، احنا بنحكي على ملايين المسلمين المؤمنين بالمسيح، يعني هاي طعنة في قلوب المؤمنين من خلفية إسلامية مجرد نتكلم بهاي الكلمات، شو لها لازم؟ سبنا حياتنا ليه، وسبنا عائلتنا ليه، وسبنا بيوتنا ليه، وبلادنا سبناها ليه، ومجتمعاتنا، وطلعنا قعدنا في أماكن تانية هروبا من الاضطهاد. وإن كان على فكرة أنا ما هربتش من الاضطهاد، أحب أقول إن أنا قعدت وقت طويل في مصر وفي السعودية قبل ما أجي على بلاد المهجر. وأنا جيت لأن دي مشيئة الله إن أنا أجي في المكان ده. ولازم نعرف إن الاضطهاد جزء من الكرازة. والاضطهاد اللي بيحصل ده كان بيخلي الكنيسة تنمو. يعني الاضطهاد حصل في أورشليم فجالوا مبشرين بالكلمة، يعني انتشر المؤمنين في أنحاء المسكونة بسبب الاضطهاد. فربنا بيستخدم بيحول اللعنة إلى بركة، بيستخدم الاضطهاد إن هو يكون بركة للناس اللي حوالينا. بعد إذنك ممكن أخذ مكالمة. الأخ أثناسيوس، أهلا وسهلا أخ أثناسيوس. أنا ذكرت اسمك مزبوط أخوي؟ مزبوط مزبوط أثناسيوس. أهلا وسهلا أخ أثناسيوس، من فضلك عرفنا على نفسك يعني بالأول. بالأول أنا راجل ما عدى سن 60 بكم سنة كده، بس نشكر ربنا بنعمة مسيحنا نوبة الخلاص، وتعمدت في 2016 وتعبت جامد على معرفته، يعني لان انا العمر كان عدى
وهي حكاية طويلة، أنا ممكن أبتديها معاكم من فضلك، بس تديني وقت يكفي إن أنا عشان أوصل الفكرة لكل اللي بيسمعونا، مين هو الإله الحقيقي هو المتجسد بشخص المسيح؟ وبنفس الوقت كمان خبرنا كيف أنت اختبرت الرب يسوع. طبعا ما انا طالع اشهد، يعني أمين. انا اقول النعمه اللي انا نولتها من الرب يسوع المسيح له كل المجد بعد 60 سنه. الاول اقول سلام المسيح يملأ لكم جميعا، الرب يبارك خدمتكم ويكون لكم ثمار بحسب الوزن اللي معكم جميعا في اسم يسوع له كل المجد. وبعدين برضو بقول شكرا لربنا يسوع المسيح له كل المجد، بل سمح لي ان اكون بينكم لكي اعلن مجد الله الخالق والرازق بعد سن 60 له كل المجد. حبيبي بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ابدا في اسم يسوع المسيح له كل المجد شهادتي لالهي ومخلصي وفدي، فاقول اولا انا بوجه كلامي لاخوات المسلمين احبائنا، واللي هقوله مش هجوم عليهم ابدا، هو بس ايضاح ماهيه هذه العقيده اللي انا عشت بيها بينكم اكثر من 60 سنه سنه وشيعه. بمحمد ربنا يسوع المسيح ونعمل منه ولمجد اسمعوا مني، انا العجوز المبتدع عن معتقدكم بعد ما فتشت الكتب التراث الاسلامي، مش هنوصفه الا كده، اللي انا كنت في يوم من الايام بدات عنها بكل ضراوه ايام ما كنت منكم، كنت بكذب لنصرة الله أكبر ونبيه الذي ادعى النبوة، وأيام التشيع كنت بستعمل التقية أيضا عشان أثبت أن من عالي لي مهدي معصومين، مع أني بعدين اكتشفت خلع كبيرة. المهم وان هم يعلموا ما قد كانوا وما قد يكونوا، ان هم مشتقين من نور الله اكبر. طبعا دي جزئيه ليها بحث كبير قوي عندي، مش فاهم. بدايه انا كنت بؤمن بمقوله لا تسالون عن اشياء ان تبدو لكم تسؤكم، ايام السنه وايام الشيعه كان في مقوله من لا شيخ له فابليس شيخه. المهم نبدا في فتره الستينات، انا مواليد اوائل الستينات. طبعا الكل يعلم ان مسير كبير في السن ان فتره الستينيات وعدم وجود تنظيم الاخوان كانت الناس كلها بين المحبه والسلام والسماح. في ابتدائيه يعني انا عايز بس اشرح حته صغنونه قوي، ازاي الطفل المسلم بيتربى ويطلع في عداوه بينه وبين الطفل المسيحي اللي ممكن يكون بيلعب معاه على بسطه السلم او الحوش، بيتاخد الطفل من ايده ويتاخد في الباب ويتضرب علقه بالشبش، ما ينساش الولد او الطفل او البنت ما بتبقاش عارفه هي بتضرب ليه في سن 3 4 سنين، لان هم اتطلع بعض بيبتدي يتوجه له كلام بقى دول وحشين ودول. طبعا انا مش عايز اقول الالفاظ اللي انا ربيت عليها او اللي هي بتتقال وانتم عارفينها بنتخطاها. تيجي الطفل ده بعد ما يدخل ابتدائي الشاب هو ايه؟ بكر اللي لاقي عليه اسمه صليب او اسمه مسيحي. انا بتكلم بكل صراحه بقول اللي كان بيحصل في ايام الستينات والسبعينات، بس في نفس الوقت الجارة المسيحية أو الجار المسيحي بيساعد المسلم بكل محبة وذوق وأخلاق وبيتحمل إهانات. كلمة وحشة كانت بتتقال زمان برضه مش هقولها، طبعا أنتوا عارفينها. لما دخلنا ابتدائي بنلاقي إن هم دول بيخرجوا بره، هم إخواننا المسيحيين في فصل كلهم لوحدهم في حصة الدين، فهنا بيثبت كلام البيت على الطفل. الطفل بيسمع من ابوه وامه لا ما تقعدش جنبيهم، اذا بحس في الدين هم وحشين فعلا وكفار وداخلين النار. لما الطفل بيعدي المرحله الابتدائيه بيخش اعداديه العداوه بتزيد جدا، لانه بيبقى طفوله للصبا بقى يعني، واشرب بره ورجلي طويله، فبيأذي اكتر المسيح. في فتره الثانويه هنا ابتديت انا لقيت ناس، لان كنت ملتزم جدا عليهم، كنت متصوفه وفي منهم يعني في حنابله وفي شافعيه وملتزمين جدا. طبعا انت بتفتكر ايام الستينات والسبعينات ما خرجش الاخوان المسلمين الا 1977 ايام الاقتصاد بتاع انور السادات، لكن قبل كده كان عبد الناصر حطيتهم في السجون بعد ما زعلوه في ثوره 1952. في الثانوية أنا كنت ملتزم وكنت تابع مركز شباب الإخوان المسلمين اللي هو في محطة معروف ما بين رمسيس والتحرير. الجماعة الإخوان المسلمين يا جماعة كل شغلها كان تحت الأرض في الأنفاق ومش علني، وهم منظمين جدا 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 جدا. حابب أأكد بس وبقول لكم على هذه القناة المباركة، أنا أثناسيوس ابن الملك كافر
بهذه العقيدة الوثنية السرطانية المتحورة على مدار السنوات لصالح البدو القادم من صحراء الجزيرة العربية. نعم، أنا أكفر بالله أكبر وأكفر بمن صنعه وادعى النبوة، اللي هو قسم ابن عبد الله بن أبي حفش، وادعى أنه يأتي خبر من السماء بوحي عن طريق ملك. أيوه أنا كافر، وهثبت لكم من ذلك من كتبكم التراثية، بس مش هو ده موضوعنا النهارده. موضوعنا ان انا هشهد للمسيح. ايه عامل حاجه، بتكلم بصوره تقديم صغيره عشان ااكد لكم حاجات هتيجي بعد كده. انا كنت بقول من سنوات كثيره جدا صلنا فيها ان احنا خير امه اخرجت للناس ونحن الاعلام وما دوننا كانت في النار. انا يا حضرات ايام الثانويه العامه تم استقطابي، لان انا ملتزم في الصلاه مش راجل، بس لا مطور دقني ولا حاجه، عادي شاب عادي خالص، ولكن في شعارات وعبارات بينشأ عليها استكمالا لتربيه البيت وتغذيه الطفل والصبا مرحله الاعداديه، ان ده لا ده كده ده وحش، بيروح الكنيسه مش عارف بيعملوا ايه، حاجات وحشه انا مش حابب اقولها على اخواتي لان انا جزء من جسد المسيح، وانتم عارفين ما فيش داعي ان انا اقول. انا عارف ان انا اللي هقوله دلوقتي هيظلمكم يا مسلمين على كل المستويات، بس الرجل ما حب اسمعه للاخير حتى تصل الفكره كامله ليه. ليك الحق بالرفض والقبول بما ستسمعه، لكن احذر يا اخي. اخويا المسلم احنا ما فيش مشكله بيننا وبينه. المشكله في العقيده اللي انا كنت فيها يا ابني. انا حاليا دلوقتي ربنا مديك اللهم عشان اشهد لي على كل مكان وكل مكان، حتى لو على التيك توك على الفيس على ماسنجر على الواتساب، علشان اقول لكم يا مسلمين هيجي يوم الدينونه وهيتقال لكم انت بلا عذر اليوم ايها الانسان. أتابع فأقول لحظة، خلي بالكم يا اللي بتسمعوني، أنا عارف إن أنتم هتتعرضوا للكلام ده. في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات كان كل المسلمين بياخدوا عقيدتهم من الأفلام الدينية والمسلسلات الدينية والدروس اللي كانت بتتقال في الجوامع، واستحالة حد يقدر يسأل أو يشكك في آية، لأن هم عندهم مقولة إيه؟ لا تسألون عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إن دخلت في الحتة ديت هتبقى زنبي وكافر، وهي ممكن نقام عليك لحد الكلام ده في ايام السبعينات، ايام شكري مصطفى اللي انا كنت مين جماعته؟ انا كنت من جماعه شكري مصطفى قائد جماعه التكفير والهجره، اللي هو كان يعتبر رئيس الجناح العسكري لاخوان المسلمين، المكلف بتصفيه كل من يعارض فكر الاخوان المسلمين على الارض، لما كانوا بيكتبوا على الحيطان الاسلامي هو الحل مش عارف ايه، كان بيعبر كده كان باذن اخوات المسيحيين. في الوقت ده حصل في حاجات كتير قوي صعبه جدا جدا في الثمانينات، بعد ما اتفقوا سادات سجون وخرجهم ابتدوا يشتغلوا صح واستكتبوا كتير، وانا كنت منهم، وانا بعترف ان انا ايام الثانويه العامه كنت والجامعه كنت معاهم، كنت بساعد وكنت بقول لهم، كان في تنظيم عالي خالص بفضل الوقف بتاع الركح في السعوديه، وثلاث شركات في السعوديه ارباحها بتوصل اليهم، زائد ان في تسع شركات في مصر اللي السيسي حط ايديه عليها، كل ارباحها كانت بتروح لايد الاخوان المسلمين علشان تفجير الكنائس في الفترات اللي فاتت، اللي هي يعتبر منع دلوقتي، لان لغايه الطابور الخامس جوه السجون. المكان ده جوه وحش يا جماعه، انا اتهمت معاهم، اتحط اسمي ان مشترك معاهم في قضيتين اختيار شخصيتين مهمه جدا، مش بنذكر الاسماء عشان دي حاجه شخصيه جدا يعني. طيب يا اخ اثناسيوس، انت عرفت المسيح ازاي؟ يعني ازاي المسيح افتقدك؟ ما هي دي جايه يعني، انتوا مستعجلين؟ ايوه عشان وقت البرنامج اصله هيخلص للاسف ومش هنبقى. انا عرفت المسيح يا ست الكل بعد ما خرجت، يعني قضيت مع الاخوان المسلمين 10 سنين طالما انت مستعجلاني هنكرر الموضوع. دخلت معاهم 10 سنين وعرفتهم على حياتهم، ان الموضوع مش موضوع ان في اله ولازم جهاد في سبيل الله والحاجات ديت، لا ده في دولارات كانوا بيتخانقوا عليها جوه السجون، ان الامير ده لسه ليه 3 شهور وده مش عارف ايه، لازم تبعت بقى جوه السجون. كان في اتصال بالخارج فقط، اللي هم بيسموهم سجن سياسي، اللي هم الاخوان المسلمين. خرجت من السجن
وكنت بقول يا رب انا عايز اعبدك، لان الناس دي انا كده مش بيعبدوا ربنا، ده انا بحبه، ان انا بجيء في سبيله عشان اعلن كلمه لا اله الا الله، وان اسمه قصر بن عبد الله ده رسول الله. ارشدني. كنت طبعا دخلت السجن ما كانش فيه تليفونات اللي هي التاتش والكلام من ده. كان حضرتك بعد ما خرجت من السجن ورحت الاندريه وخرجوني، وكان ليا متابعه وخلصتها وجبت تليفون، ربنا اداني وداني عند جماعه فيها، عرفت منهم من الاسلام المحمدي، هو الشيعه الاثني عشريه اللي هم بيقولوا السلام. في حاجات كتير كده لازم تصلي، بس حضرتك بتقولي لي انجلش، ما في حاجات مهمه جدا. ما البرنامج هيخلص يا ثلاثيوس. يعني لو ممكن بس خلال دقيقتين بس تقول لنا ارجوك ازاي المسيح عرفت المسيح من الشيخ محمد شريف الحجامي، الراجل ده خائف في صلاه السلام تبع الحج الشعبي، هو اللي عرفني ان عيسى مش اخر انبياء بني اسرائيل زي ما كنا عايشين، لا ده قال لي ده العالم جاي كله، اللي هو كان بيدرس لي 3 سنين و9 شهور في الحوزه العلميه في النجف الاشرف. قفلت التليفون معاه، يعني كان بيديني درس كل يوم على مزنجر، وطلبت من صديق ليا، طلبت حتى دقيقتين بقى، طلبت من صديق ليا الانجيل، ما عرفتش في حاجه، فراح كاتب لي لسته بمرتدين وقناه الحياه وتتابع. انا ما كنتش اعرف ان الاستاذ الفاضل نزار اللي انا بتابعه ما اعرفش اسمه، وكنت نسيت اسمه، ان انا هيبقى في يوم من الايام ان انا اكون معاه على قناه الحياه. انا عرفت يسوع النضار بتمجيد، ومن العدو ظهرت لي في مكان بعد ما بديت انكر الاسلام واوضح الدنيا ان ما فيش حاجه اسمها الله اكبر، في اله تاني اسمه يسوع، طب هم عارفين عيسى. حاولت افهمهم، بعدت عن بعد ما كنت ليا شان في الصوم، اصبحت انا كافر، ما ينفعش اعيش في وسط فيهم. تعبت جدا جدا على ما رجعت السنه والشيعه تاني عشان افهم هل الكلام اللي بيقولوه صح، لان كنت بكتب وراهم الاخطاء والحاجات دي، عرفت ان في بلاوي اكتر من اللي بيقولوها. بقيت بكى مر في اخذت في الوقت ده اوضه وانعزلت عن نفسي، وبقيت يعني بتعامل معامله سيئه جدا 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 يعني. بس كان جوايا سلام وهدوء داخلي غير عادي، وكنت ببكي ايام كتير، وظهرت لي ام من العذراء في اوضه انا كنت واخدها بالايجار أحد محافظات مصر في برج بحري. نشكر ربنا الريحة الحلوة الجميلة والهدوء والسلام، وبعد ما كنت ما بقدرش أمشي ما بقدرش أشتغل، بقيت زي الفل، وبقيت أنا أجري علشان عايز حاجة واحدة بس أتعمد. طبعا أنا ما بعتبرش ده اختبار، لأن ما قلتش تفصيليا، ما فيش حاجة إني أنا أقعد 60 سنة كافر وثني وأجي في خلال 12 دقيقة ولا ربع ساعة أحكي لك، يعني أنا ما أعرفش. نعمل حلقات تانية فعلا. وناخد وقت أكتر معاك. حقيقي ربنا يباركك، والاختبار الجميل، وإزاي إن ربنا نقلك من قمة يعني الإخوان المسلمين والإسلام المنظم إلى محبة المسيح، إلى افتقاد بحب المسيح اللي يغير حياتك ويديك سلام حقيقي مرة تانية بعد ما كنت فقدت سلامك وفقدت إحساسك بالآخر، وكان عندك كره لكل الناس المخالفين ليك، أصبحت كارز بالمسيح. ربي يباركك يا أخ أثناسيوس. أمين. ربنا يباركك يا أخ أثناسيوس. أنا شخصيا اتأثرت كتير باختباره، يعني حاسس أنه بصراحة يعني مش كان لازم يكون يعني حلقة أطول ويخد راحته بالكلام. الأخ أثناسيوس شكله مليان، والاختبار اللي مر فيه يعني حتى من المراحل اللي تكلم فيها كقائد جماعة من السجن خارج السجن، بعتقد انه في يوم من الايام لازم نعمل حلقة كاملة مع الاخ أثناسيوس. بس مثل ما ذكرتي انه الحلقة عم تركض، يعني ازفت على الانتهاء. عاوز بس يعني طبعا هو في معوقات كتير، انا بصلي انه الله يحرر من الخوف من الخجل، وإنه يكون عندنا المسؤولية إنه لا، ما فيش حياة أبدية إلا من خلال يسوع المسيح، ما في عذر لأي شخص. ولكن في أشياء اللي هي إحنا بنفتقدها، عم نحاول نعتمد على الدراع وأديله وإنه رد عليه إلى آخره، لكن شو دور الروح القدس والصلاة الشفاعية؟ يعني من خلال اختبارك، لأنه دايماً
لما بحكي معك تقولي لي أنا بصلي الرب يقودني أنا بصلي، إيه دور الروح القدس في الكرازي والصلوات الشفاعية؟ الروح القدس هو القائد، هو اللي بيقودنا وهو اللي بيودينا للأشخاص، هو اللي بيرشدنا للأشخاص. الروح القدس بروح القوة اللي بيكسر حواجز الخوف وبيكسر كمان حواجز العادات والتقاليد والاختلاف وحتى اللغة. يعني في حاجات كتيرة جدا بتعوق الكرازة، لكن الروح القدس أما احنا بنقعد قدام الله، احنا محتاجين ان احنا نصلي، نقعد قدام الله نصلي. الركب الساجدة هي بداية الكرازة، هي أساس الكرازة، هو الكرازة في الركب الساجدة. أما بقعد قدام الله وبقول له يا رب أنا نفسي الناس يعرفوك. في كمان مكالمة من صوفي. أهلا وسهلا أخت، أهلا وسهلا أخت صوفي، بس باختصار من فضلك تفضل، أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. أنا كنت عايزة أتكلم عن خبرتي مع الكرازة، موضوع الحلقة. أوكي. فهو أنا لما عرفت المسيح، قبل ما أعرف المسيح كان في بنت بتكرز ليا، وبعدين أنا كنت بعرضها بكل الطرق، كنت دايما بقول لها أنا كل الكلام اللي بيقولوه المسلمين، وفضلت هي ما يأستش وفضلت تتكلم معايا، وبعدين لما لقيتني ان انا مفيش مني فايدة فسابتني. وبعدها بسنين طويلة المسيح افتقدني وافتكرت كلامها. كيف افتقدك المسيح؟ دي قصة طويلة يعني ولو بجملتين. سمعت صوت ربنا، كنت بصلي وسمعت صوت ربنا. طبعا كنت بصلي لإله الإسلام. طب أنا عايز أسألها سؤال. ممكن أسألك سؤال يا أخت صوفي؟ أنت قلتي إن الكارزة دي قدمت لك رسالة المسيح وأنت رفضتي. طيب دلوقتي أنت بعد ما قبلت المسيح بعديها بفترة، طبعا هل أنت افتكرتي كلام الست ده هي في وقت من الأوقات افتكرتيها وأنت المسيح بيفتقدك؟ افتكرتها. طيب انت دلوقتي بتشهدي عن المسيح في شهادتك، في كراستك انت، هل انت ايه اللي بتواجهيه في كراستك انت المسيح؟ بواجه نفس اللي واجهته جيسيكا، اللي هو المعارضة. يعني ما شفتيش ثمر؟ لا ما شفتش ثمر. وكمان موضوع ان العجرفه بتاعت المسلمين جامده قوي. طب ده وقفك عن الكرازه؟ لا بس الفكره ان الواحد مش عارف يقول لهم ايه. لا بس انا سؤالي، هل الاعاقات دي وقفتك عن الكرازه، بطلتي تشهدي عن المسيح ولا استمريتي في الشهاده عن المسيح؟ لا استمريت. طيب انا بشكرك يا اخت صوفي جدا، هي دي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها. ودي النقطة اللي نفسي ان احنا نوصلها لكل المشاهدين، ان مش مهم انك انت تشوف الثمر، مش مهم لو انت بتكرز وحاسس بان الناس ما بيسمعوش كلامك وان الناس ما بتتغيرش ومش حد بيقبل المسيح، مش مهم. صوفي اهيت قدامك، قبلت المسيح بعد فترة طويلة من كرازة اخت قدمت لها الرسالة كاملة وقبلت المسيح. انت حتى لو انت مش شايف الثمر مش مهم، انا عايز اقولك ان السماء هتبقى مليانة من الناس اللي انت كلمتهم عن المسيح، لان دي مشيئة الله وبقوة ربنا وبإمكانيات الله وإمكانيات الروح القدس، مش بقوتك ولا بإمكانياتك ولا انت اصلا بتعمل الكرازة دي علشان تبقى زي المسلمين. اصلا بجيب واحد علشان يخليني ما ادخلش النار، لا انا بجيب واحد للمسيح علشان انا قلبي مليان بالعرفان لعمله من اجلي،
فانا بصلي وبتشفع، انا لما باجي اصلي واتشفع انا مش بعمل ترتيب، انا هنزل اعمل كرازه في اليوم الفلاني واعمل البرنامج وانزل، لكن انا لازم اقعد اصلي من اجل الارض اللي احنا هنفتقدها دي، احنا نازلين في المكان الفلاني لازم نصلي نقول يا رب ادينا ان احنا نتشفع، نتمخض زي الست اللي بتولد كده، نتمخض بالنفوس، نقعد كده نشيلهم جوه احشائنا ونصلي بيهم قدام الله ونقول له يا رب تعالى افتقدهم، تعالى انت المسهم، تعالى انت افتح قلوبهم، تعالى انت غير حياتهم، مش بقوتي انا ولا بقدرتي انا ولا بامكانياتي، وده دور الصلاه والتشفع وعمل الروح القدس. وده اهم دور في الكرازه. طبعا طبعا، يعني التلاميذ حتى ارساليه بولس وبرنابا في اعمال 13 الروح القدس هو اللي ارسلهم الى الارساليات، افرزوا لي برنابا وشاول. فدور الروح القدس في غايه الاهميه، لا نستطيع يعني حتى رسول بولس قال كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوة. فلازم يكون قوة الروح القدس بالإيمان طبعا، وفي نفس الوقت أنا بصلي، يعني يكون عندي أحشاء. ولكن أعتقد في أي خدمة في أي كرازة إذا ما عندي محبة، يعني وعلى فكرة الناس بتميز الشخص اللي عنده محبة. بتختلف معاك، يعني أنا عارف إن في كتير ناس تختلف معانا، ولكن بقدروا يميزوا انه احنا منحبهن، وهي المحبة طبعا بتفرق مع الكثيرين. عنا يمكن دقيقة ونص، اذا بتحب توجه رسالة او كلمة اخيرة وتشجعي اللي بعده هيك حاسس يعني عنده برودة في موضوع الكرازة. انا بشجع الكنائس اللي قافلة على نفسها وحاطة كل امكانياتها جواها ومش بتحاول ان هي توصل للنفوس. الرب يسوع طلب منا ان احنا نرمي الشبكة، ما ترميش الشبكة أبدا جوه الفريزر بتاع السوبر ماركت، ده مش المكان بتاع الصيد. لازم ترمي الشبكة في العالم برة في الشارع، لازم تطلع وتخرج وتكرز برسالة الإنجيل. المسيح قدم نفسه، ودي العطية، عطية العطايا، المسيح قدم نفسه لأجلك، فأنت محتاج أنك أنت أول ما تقبله تتكلم للناس عشان يقبلوه، علشان يعرفوا الإله الحقيقي يسوع المسيح ابن الله. شكرا جزيلا أخت رشا، أنا عارف أنه كان موضوع كبير بس ما يدوبنا لمسناه، رب يعطينا حلقات أخرى. أحبائي، قال رسول بولس اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر وبخ عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أنا لازم أكرز لأنه مجيء الرب قد اقترب، في أي لحظة ممكن الرب يسوع يرجع. أنا لازم أكرز لأنه ما بعرف في أي لحظة أنا ممكن أفارق الحياة. أنا لازم أكرز لأنه حقيقة لازم أتكلم عن الكتاب المقدس، الحق يسوع المسيح الطريق والحق والحياة، كيف يسمعون بلا كارز. فطبعا اليوم ما أكثر الضلالات وما أكثر البدع ورياح التعليم واللي بتسهل الرسالة، بتحاول تدخل الناس من الباب الواسع ولكن بدون أي استقامة وبدون أي حق. أنا بدعوك اليوم إلى يسوع المسيح المخلص الوحيد، آمن به تغفر خطاياك، تحصل على الحياة الأبدية وتنال الضمان الأبدي من خلال قبولك يسوع المسيح. خبرنا عن اختبارك.